بتستخدمي برطمانات زي دي او حتى زي دي ودي، او حتى عندك البرطمانات الكبيره دي، فالفيديو ده ليكي النهارده. اهلا بكل اللي بيشوفوني وبيتابعوني، يا رب تكونوا كلكم بخير. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. النهارده فكرتنا حلوه جدا جدا. الفكره دي بصوا لازم تعملوها شير كتير كتير كتير، لان اول مره هتشوفوها وبجد مفيده جدا وهتنفع ناس كتيره، وبالذات الستات، يعني هتنفع ستات البيوت جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل استيكر للبرطمانات، هننظم بيه البرطمانات بتاعتنا، وهنكتب كل حاجة كده على البرطمانات بطريقة جديدة وطريقة زي الاستيكر الجاهز بالظبط، يعني مش هتتخيلوا قمة السهولة وقمة البساطة زي ما انا معوداكو. فيلا بينا نشوف الطريقة ونشوف هنعمله ازاي. الحاجة الاساسية اللي هنستخدمها النهاردة هو الورق. ممكن تستخدموا ورق ملون، او حتى ممكن تستخدموا الورق الابيض، حتى ممكن تستخدموا ورق الكراسات بتاعت الرسم بتاعت اولادكم. فهستخدم الورق، وكمان هستخدم لزق السلوتيب، وكمان مقص، وكمان قلم للتحديد. بس هي دي الادوات اللي انا هستخدمها النهاردة. اول حاجة هجيب الورقة، طبعا الورقة دي مقاسها A4، فهتنيها كده بالنص، وبعد كده هتنيها بالجنب تاني، وبعد كده هتنيها بالعرض زي ما انتوا شايفين كده. دي عشان تديني يعني اكتر عدد من الاستيكر، فنعرف ان احنا يعني نستخدمه ونعمل اكبر عدد من ورقة واحدة. هبتدي اقص كده الجزئية دي على 2. انا طبعا كنت عاملة شكل تاني، فهوريكو برضو شكل تاني مختلف جديد. يعني البنبية دي عاملاها بشكل، واللون الاخضر ده عاملاه بشكل تاني. عايز اقول لكم ان انتوا ممكن تعملوا اي شكل تاني. انا كنت حابة ان انا اعمل شكل فيونكة كمان، بس ما يعني الوقت ما سمحش. بس فانتوا ممكن تقدروا تعملوا اي شكل انتوا تحبوه. وهبتدي كده، رسمت الشكل اللي انا هعمله ده شكل سحابة تقريبا، فهبتدي ان انا اقص كده الاجزاء كلها. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا بنقص على الورق كله، وبالشكل ده كده بقى معايا اكتر من ورقة بنفس المقاس ونفس الشكل. دلوقتي هبتدي اجيب لزق السلوتيب. عايزه اقول لكم بقى ان اكتر حاجه يعني مستفزه ان انتوا تقعدوا كده تدوروا على البدايه بتاعت لزق السلوتيب. مين زي بيقعد كده يتنرفز عبال ما يلاقيها؟ اكتبولي تحت في التعليقات لو انتوا زيي. بس ببتدي كده دلوقتي افتح لزق السلوتيب على الناحيه اللي بتلزق، يعني بخلي الناحيه اللي بتلزق لفوق، وهثبتها كده بالبرطمانات من هنا ومن هنا، وهبتدي الزق كل الاشكال اللي معايا. عايز اقول لكم ان الاستيكر اللي احنا هنعملها دي او الاشكال اللي احنا هنعملها دي مش هتتاثر خالص بالميه ولا شغل المطبخ خالص، يعني حتى واحنا بنطبخ واحنا بنعمل، يعني لو جت ميه على البرطمانات او التوابل مش هتتاثر خالص الاسماء اللي عليها. فببتدي كده ارصهم جنب بعض، وببتدي اكتب على كل ورقه الاسم بتاع التوابل بتاعتها. كتبت ملح وفلفل وشطه بقى وبابريكا وكل الحاجات اللي انتوا عايزين تكتبوها ممكن تكتبوها، شاي وسكر زي ما انتوا حابين، يعني كل حاجه، كل برطمان ليه استخدامه بتكتبوا عليه الحاجه اللي جواه. طبعا دي فكره حلوه جدا جدا، والاستيكرز دي بتتباع بره برضو، بس برضو احنا عملناها في البيت. يعني انتوا يعني كل حاجه بتتعمل بره احنا نقدر نعملها في البيت وبطريقه سهله جدا وبسيطه. يا رب الفكره بس تكون عجبتكم وتكون كده يعني حبيتوها زي ما انا حبيتها. هبتدي اجيب قلم ملون دلوقتي وهلون الاطراف، او هحدد الاطراف بتاعت الشكل بتاعي. عايز اقول لكم برضو ممكن تستخدموا الالوان الفلوماستر، يعني ممكن تاخدوا كده الالوان بتاعت اولادكم اللي بيلعبوا بيها دي. انا عندي ابني صراحه ومضيعهم لي كلهم، فما لقيتش غير القلم ده بس. فابتدي ان انا احدد كده الاطراف بالقلم الملون، بتدي شكل حلو جدا، ويعني بتظهر الشكل معانا. الحلو بقى في الاستيكرز دي ان انتوا تقدروا تعملوها على مزاجكم بالشكل اللي انتوا حابينه، باللون اللي انتوا حابينه، يعني على لون المطبخ بتاعكم، على لون مثلا اي حاجه في المطبخ انتوا حابين تعملوها. وانا واثقه ان شاء الله ان الفكره هتعجبكم النهارده. عايزاكم بقى تعملوا شير كتير للفكره دي، وتعملوا لها مشاركه مع اخواتكم بقى ومع اصحابكم، يعملوها كده قبل العيد طبعا، وتنظيفات العيد والحاجات دي كلها اللي بنعملها قبل العيد. كل سنه وانتم طيبين طبعا، وربنا يعودوا علينا جميعا بالخير والبركات يا رب ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان احنا بقى عملنا طبقه هنا فوق الكلمه، يعني طبقه تانية فوق الاستيكر، يعني احنا كده غلفناه بالسوليتيب من فوق وتحت، فشايفين بقى متين معانا. ودلوقتي يعني حتى لو قطعناه يعني ما يتقطعش معانا. بعمل كل الاشكال بنفس الطريقه كده، بقص بقى الزياده بتاعه السلوتيب بتبقى معايا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو، شايفين مرنه وما بتتقطعش خالص ولا كانها كانت ورقه اساسا. دلوقتي بقى هوريكم ازاي نلزقها على البرطمان. في طريقتين، اول حاجه ممكن تستخدموا لزق السلوتيب برده، وممكن تستخدموا لزق الدبل فيس لو عايزينها بقى تبقى احترافيه، يعني زي الاستيكر بتاع بره بالظبط، فهتستخدموا اللزق اللي هو الدبل فيس ده، هتلاقوه موجود في المكتبات وسعره مش غالي برضو قوي، يعني سعره مناسب.
ببتدي اشيلها كده والزقها على البرطمان. دي اول طريقة. تاني طريقة بقى، بتجيبوا برضو لزق السلوتيب، بتقصوا منه جزئية كده، بتحددوا طبعا الشكل اللي هتحطوه الاول، وبعد كده بتقصوا جزئية كبيرة كده بحيث ان هي تغطي جوانب الستيكر كله، وبعدين برضو بتلزقوها كده بالشكل ده. انا بصراحة بفضل بتاع الدبل فيس اكتر، يعني بيدي منظر كده كأنه ستيكر جاهز حقيقي. زي ما انتوا شايفين كده، لزقت كل الستيكرز على البرطمانات او على التوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، هي بسيطة وسهلة جدا جدا، ويا رب الكل يستفاد منها. عايزاكم تعملوا شير كتير عشان الكل يستفاد، واللي عايز طبعا يعملها قبل العيد يلحق. والحلو فيها برضو ان انتوا تعملوها بالشكل اللي انتوا حابينه، ويا رب الفكرة تكون عجبتكم النهاردة، وتكون هي فكرة سهلة وبسيطة وخفيفة كده، يعني حبيت ان انا ايه يعني اشاركها معاكم. عايزة اقول لكم برضو الحلو فيها ان هي كمان بتلمع عاملة زي فعلا الستيكر بتاع بره، واي حد مش هيلاقي الاستيكر بتاع بره يقدر يعمله اهو في البيت بطريقه حلوه وسهله. ممكن كمان تعملوا فيه رسومات او زخارف، بتبقى برضو شكلها حلو جدا. يعني انتوا ابدعوا بقى، يعني هو بيعتمد على ابداعكم انتوا. يا رب الفكره تكون وصلتكم، واستنوني في افكار تانية حلوه كتير مع قناه ايزي كرافت، وهستنى تعليقاتكم تحت الفيديو. وسلام عليكم.